أنا محسن بصراحة، يعني إحنا نفتخر زامناه بالفترة الأخيرة وتعرفنا عليه. تعرفنا عليه من خلال الأخ الكبير الشاعر عباس عبد الحسن، هو أول إنسان أخذنا الشاعر غني محسن. وجدنا غني محسن كتلة من تواضع، من خلق، من إحساس، من وعي. تعلمنا منه هواية أشياء بصراحة. كنا من نروح للدار ونعتنيه. إنسان كريم إلى حد كبير، ومرات نتجرأ يعني يطلب منا نقرأ ونقرأ أمامه. تخيل، ما نتذكر يوم غني محسن يعني قرأ قبل لا نقرأ إحنا، وإحنا كنا تلاميذ يعني بالنسبة لغني محسن. كان محتوينا، وكان شاعر خلوق إلى حد كبير، ومدرسة مدرسة بالإحساس بالطيبة. فبعد استشهاده تشرفنا بإقامة منتدى وتأسيس منتدى يحمل هذا الاسم الكبير. شنو خلاك تسوي منتدى؟ غني أكو شعراء راحوا ورحلوا وشعراء، ليش اختاريت غني؟ غني محسن من كان عايش ما كان يتواصل من الإعلام، يعني حتى مظلوم. اي حتى هو ما يلتقي مرات، يعني قليل يلتقي بمنتدى او بجمعيه، ما يلتقي. يعني هو يعني الناس تيجي تزوره بالبيت، الناس تيجي تسمع من عنده. فاحنا ارتئينا نوصل اسم غني الى ابعد نقطه، والحمد لله والشكر قدرنا ناسس منتدى يحمل هذا الاسم الكبير بمساعده اخواننا الشعراء اللي سعد الربيعي، عباس عبد الحسن، هيثم رشيد، ساهر الألماني، ساعدونا بتأسيس هذا الصرح، وصار تقريبا قبلة للشعراء الشباب من كل محافظات العراق، وكانوا يتمنون يقرون بهذا المنتدى. وإحنا كنا نشترط على يقرأ بهذا المنتدى لازم الشاعر يخلي بباله هذا منتدى غني محسن، منتدى القصيدة الهادفة، القصيدة الواعية، الموضوعية، الخلق، التواضع. الشعر هم بي تلاعب، هم بي مثل ماكو موضوعية، ماكو تغير الشعر استعد أكيد عامل. بهاي الفترة تغير، فقد موضوعيته، فقد صدقه، فقد إحساسه. صارت تقريبا الساحة بها تنافس بصراحة غير شريف أقدر أقول زين، ومن غير التحزبات والتخندقات. فقدت القصيدة جماليتها وموضوعها وإحساسها. تمام، أغلبكم كتبتوا له، وأنت واحد من الأشخاص أكيد كتبت له. ما ميت غني ونقول مات وراح، خبر موت بصدر نبات من ضيعة، مرجع للهلة والملقى بعد يموت، ويحق إن الضحك بجفاه توديع، من فرها الوقت ما راحت الدقباب على شتاف استراحة طيبة الشيعة. ليش استعجل الشيعة بالبسكوت؟ غني بتشيعة يطلب لمة عزازة، عدل ويربع يوصل للنجف، موم يتكل عقلك ويانا ويوصل جنازة. غني من طاح طيح كل أدبنا وياه، وبدر دمع عليه وهتشناشيله، مسعف ما يشيل بطيحة المفروض تمثال الرصاف ودنق يشيله. الله الله. إيش قد استغرقت لما كتبت هاي الغني؟ هي بأثناء رحيلة يعني كتبناها. يعني كثير من الشعراء أرثوا غني محسن، شاعر كبير وخسرناه بصراحة زين. ومو بس أنا اللي خدمت غني محسن، شعراء كثيرين خدموا غني محسن، عباس عبد الحسن، سعد الربيعي اللي قام بجمع مجموعة، هو مجموعة من الأصدقاء، فاضل كريم وآخرين، وقدموا ديوان غني محسن بصورة جميلة وبصورة رائعة. أستاذ حامد، بصراحة الشعر شنو السبب تغير بالعونة الأخيرة؟ كثرة الشعراء، السوشيال ميديا، قبل ما كان أكو هيك شيء سوشيال ميديا وغيرها، اليوم عندنا طاقات. أغلب الشعراء الرموز اللي تعلمنا منهم انسحبوا من الساحة الشعرية، انسحبوا أمثال مزهر غيلان، مثل طالب الدراجي، شعراء كثيرين. ليش انسحبوا؟ انسحبوا لأن صارت هجمة
هجمة على الشعر الشعبي، هجمة بالإعلام، هجمة بالتقديم. يجون ناس مقدمين برامج مو أهل للتقديم. التاريخ ما تصير هجمة عليه. يعني اليوم أنا ما أقدر أهجم على تاريخ عباس. يعني تخيل أنت مقدمين برنامج، ما أقدر أهجم على غني. ها أسماء، انت تخيل، انت اعطيتوا فرصه لهاي الاسماء. كثير من الشعراء صاروا مقدمين برامج واساءوا للشعر واساءوا للشعراء. اها، يعني تخيل انت شاعر يقدم برنامج، يستضيف شاعر يقول له راح اجيبك واسئلك على مظفر النواب، قال لي ما اعرفه. انت تخيل هيجي حجم الاساءه. يجي يسالون على حمزه الحلفي، شاعر يقول منو حمزه الحلفي؟ ايش عنده حمزه الحلفي؟ الله، هو اسماء كثيره. فمستحيل. وين دوركم؟ ما عندكم رابطة؟ ما عندكم نقابة يا أستاذ حامد؟ الجمعيات، جمعية الشعراء الشعبيين، بعد السقوط القانون ما صار يحاسب. قبل كان القانون يحاسب زين، الجمعية مستندة على قانون. بعد السقوط ما بقى قانون بصراحة، فصار يعني كل من إلى صار زين. قبل كانت تكون مركزية، أكو جمعية شعراء شعبيين، أكو منتديات تابعة للجمعية، أكو رصانة، أكو رقابة زين. بس ماكو، ماكو، فقدت للأسف. وهذا ما جعل البعض صار كل من هب ودب بالساحة الشعرية. ممكن البعض يزعل أستاذ حامد، وهاي التواصل الاجتماعي، وهاي ممكن ما الهب ودب البعض يزعل منك من الشعراء. وهي الحقيقة بصراحة، اللي يزعل بعد براحته. يعني حقيقة أنا ما جبت شيء من جيبي. الشاعر يكون خريج لدراسة وشعر، لو شاعر إحساس ما له علاقة الأكاديمية. هو عندنا شعراء أميين، يعني هسا هنحفظ قصائدهم زين. قبلنا مئات السنين يعني ناس ما كانوا مثلا أكاديميين، لو خريج كليات، لو معاهد، بس كانوا يكتبون بصدق، بموضوعية، بإحساس عالي. أكو موهبة حقيقية يمتلكونها. للأسف هسه الموهبة الحقيقية يعني بصراحة ما قلنا نشوفها. تمام.